السلام عليكم. التحركات الأخيرة في المشهد العام للبلد اكتسبت إيقاعا سريعا على الأصعدة كافة، على المستوى السياسي والإعلامي والعمليات العسكرية، وتلك التحركات الدولية والإقليمية التي لها علاقة باليمن أيضا. بين هذا وذاك جاءت قرارات هادي الأخيرة واجتماعه بالحكومة كحضور مهم في المشهد، يعدها متابعون خطوة مهمة في توقيت حساس ولحظة حساسة. الرئيس هادي الذي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين محسن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دلالات هذا القرار في هذا التوقيت تحديداً؟ وما أثر ذلك على العملية العسكرية في الطوق المحيط بصنعاء؟ بالمقابل يعيش المشهد العام في بلادنا تحركات إعلامية واسعة، كما لو أن لحظات حرب الإعلام والخطابات والشائعات قد تأججت، خطابات للشرعية وخطابات مضادة لها من قبل قوى الانقلاب والثورة المضادة. إعلام الانقلاب يقول إنه في المجمع الحكومي في مأرب ينام فيه، وصحفيون مقربون من صالح ينقلون صورا يقولون إنها من مواقع عسكرية تم السيطرة عليها، والناشطون يبعثون بصور حية عبر هواتفهم الشخصية وينقلون فيديوهات من داخل المواقع والمعسكرات التي حررتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني. إنها لحظة الحرب الإعلامية السياسية التي طغت على المشهد العسكري في البلد، حرب الخطابات والشائعات. فما دلالاتها في هذا التوقيت تحديداً؟ وهل تعد هذه اللحظة تهيئة نفسية ممهدة لاستكمال عملية التحرير بعد قرار محسن؟ أم أن ما لا يمكن تحقيقه على الأرض يتم تحقيقه إعلامياً؟ عن القرارات الأخيرة وحرب الشائعات والخطابات كمعطى جديد في التطورات التي تشهدها بلادنا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، ولكن نبدأ بمتابعة هذا التقرير. ما أعرف ما مش معنا جرائد تنزل يومياً. المهم إحنا الحين بكرنا سبت، بكرنا مجمع وسط ما أعرف ولا بحاجة، لا حوثة ولا شلو ولا شيء. ينام الحوثيون بمجمع مأرب أو لا ينامون؟ يذهبون للفرضة لالتقاط الصور أو لا يذهبون؟ ما يهم هو إلى أين تذهب ماكينة الشائعات التي تحاول اللعب بالوعي في زمن الفضاء المفتوح وعصر الصورة الرقمية. فيما يقوله واقع العصر اليوم إن الشائعات قد ولى زمانها، والمواطن الصحفي الذي يكشف الآن زيف مرحلة الشائعات التي استند إليها الإعلام الأحادي المنفرد طويلا في تضليل الناس وتسويق ما يريده فقط، حينما كانت السلطة الإعلامية محتكرة بين يديه. فيما يتم تعزيز جبهات القتال وتنظيم صفوف المعركة من أجل السعادة الشرعية، وعلى رأسها تعيين اللواء علي محسن الأحمر للمضي في خطوات جادة نحو استكمال السيطرة على الأرض. قرار التعيين عده مراقبون أنه بمثابة إعلان حسم المعركة في صنعاء لما له من تأثير قوي على المقاومة الشعبية وكذلك الحزام القبلي للعاصمة صنعاء. العاصمة صنعاء هي الهدف الأول إذن، وما تؤكده تصريحات الناطق الرسمي للجيش الوطني الذي أكد أن صنعاء هي الهدف الأول الذي يعمل من أجله الجيش اليمني وقوات التحالف والمقاومة الشعبية، وفك الحصار عن تعز تأتي كهدف ثان يليه السيطرة على السواحل ابتداء من ميدي وحتى المخا غربا. من محافظة حجة منطقة ميدي نقول قناة المسيرة الشيطانية الذي نبثت نبأ قتلي وأسر جنودي نحن بخير والحمد لله. وبمقابل التحركات العسكرية يمضي إعلام الانقلاب بكل أدواته وأجهزته التي اختزلت سلطة دولة بأكملها لتحالف الواقع والوقائع، لكنها ما تلبث أن تسقط أمام كاميرا صغيرة لناشط أو إعلامي استطاع أن ينقل الصورة من قلب الحدث. الحرب الإعلامية هي الحاضر الأبرز في المشهد اليمني مؤخرا، إلى أن الدلائل الميدانية تؤكد أن الحرب بأدواتها القديمة لم تعد مجدية، وقد اتسعت أدواتها كاتساع أدوات المقاومة وخياراتها. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معي عبر سكايب من الدوحة الصحفي نجيب اليافعي، وكذلك من الدوحة الأستاذ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، ومن الرياض العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ومن عدن سيكون معنا عبر الهاتف صيف الحاضري رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام. نبدأ معك أستاذ نجيب،
يعني الرئيس هادي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين محسن نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، برأيك ما دلالة هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا؟ في تصوري أن الفريق الركن علي محسن الأحمر وإصدار الأمر في هذا التوقيت بالذات يأتي لجدية المملكة العربية السعودية والتحالف الدولي في مسألة إنهاء الانقلاب حتى الوصول إلى مرحلة إعادة الدولة بكل أركانها وصولا إلى صعدة والحدود اليمنية السعودية. ولا شك أننا تابعنا ردة الفعل التي حصلت منذ إعلان القرار يوم أمس، حيث مثل هذا القرار كمثل يوم 21 مارس حينما أعلن اللواء علي محسن الأحمر انشقاقه عن نظام المقاول علي عبد الله صالح، نعم. وما الذي تلاه من انشقاقات. وبالتالي أعتقد أننا باتجاه مرحلة الحسم وهي مسألة وقت لا أكثر. نعم، هناك من يرى أن هذا التعيين جاء نظرا للتغيير ربما نظرة التحالف وأيضا المجتمع الإقليمي حول اللواء علي محسن، يعني في مسألة تعيينه، خاصة أن هذه النقطة جاءت متأخرة كثيرا، ما رأيك؟ بلا شك أن الوقائع الميدانية أثبتت بلا شك أن الواقع العسكري والميداني كان بحاجة إلى قيادة عسكرية تستطيع أن تلم القيادات الميدانية المتفرقة، وتستطيع أيضا أن ترسم ملامح عمليات تواكب الأحداث أول بأول. وكانت شخصية علي محسن شخصية محل إجماع عند الجميع، وبالتالي وصل الجميع إلى قناعة بأن المرحلة تستوجب اللواء علي محسن الأحمر حتى لا تطول المعركة أكثر من اللازم، وحتى لا تدفع التكلفة بتكاليف باهظة وترتفع ثمنها يوما بعد آخر. اللواء علي محسن يمتلك كاريزما كبيرة، وهو من القيادة الجمهورية التي تعرف المشروع الإمامي وتعرف جذوره بشكل عميق، وكان محورا أحد المحاور المفصلية في قيادة اليمن خلال الفترة الماضية، وبالذات في المناطق القبلية والتركيبة الاجتماعية المعقدة التي تحتاج إلى شخصية كبيرة وقوية، ولا توجد مثل هذه الصفات إلا في اللواء علي محسن. وبالتالي دخوله بهذه الطريقة الرسمية والشرعية وظهوره إلى المسرح من جديد بهذه الطريقة لا شك أنه سيغير مجرى الحرب من خلال الواقع. هل سيكون هناك يعني تغيير سريع ربما أيضا في المناطق المحيطة بصنعاء أو ما عرف بطوق صنعاء؟ نتوقع ذلك، لأن القبائل دائما هي تقف مع الأقوى. الفترة الماضية لم تكن هناك واجهة في المناطق الشمالية شمال الشمال باستثناء عبد الملك الحوثي زعيم عصابة الحوثيين وأيضا المخلوع علي عبد الله صالح. هاتان الشخصيتان كانت تمثل كاريزما بالنسبة للقبائل، وكانوا يشعرون أنهم من ضمن الجغرافيا يعني بين قوسين الزيدية الشمالية التاريخية المحسوبة على هذه المناطق، وشعروا أن الرئيس عبد الله منصور هادي وأيضا خالد بحاح كلهم ينتمون إلى المناطق الجنوبية، وبالتالي شعروا أنهم خارجوا من السلطة وأنه لا يوجد لهم رأس في هذا المكان. وبالتالي حضور علي محسن لا شك أنه سيسحب البساط على كثير من القيادة التي لا زالت تبحث لها عن موطئ قدم، وأيضا لا زالت تتلكأ بين الحوثي وبين المخلوع. نعم، إذا ابقى معنا قليلا. أستاذ نجيب، سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي الناطق الرسمي للحكومة اليمنية من الدوحة. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور أستاذ راجح. يعني اجتماع هادي اليوم مع الحكومة وأيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محسن، عما أسفر مثل هذا الاجتماع؟ مساء الخير. أنا لم أسمع السؤال بشكل واضح لكن سأحاول حسب ما. نعم، سأعيد السؤال أستاذ راجح. أستاذ راجح، يعني كنت سألتك عما أسفر حول الاجتماع اليوم. نعم نعم، اجتماع استثنائي على فخامة الرئيس عبد الله منصور هادي بحضور دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح، نعم. وحضور نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن وعدد من الوزراء الموجودين والمتواجدين الآن في الرياض. فكما تعلمين هناك غالبية الوزراء متواجدين الآن في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، وكان الاجتماع لبحث الترتيبات والاستعدادات للمتطلبات
متطلبات المرحلة القادمة، خاصة ما يتعلق بالعمل العسكري والعمل الإغاثي بشكل أساسي. وكان هناك نقاش لما يتعلق بالمسار السياسي، وخاصة الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي من أجل استئناف عملية المشاورات مع الانقلابيين وميليشيات الحوثي وصالح، لكن التركيز كان بشكل أساسي على التدريبات العسكرية القادمة ودعم جبهات القتال بالنسبة للجيش الوطني الذي يقود هذه الأيام ملاحم قتالية في أكثر من جبهة، سواء في جبهة نفق وفي الجبهة الغربية في الحديدة وفي شكوى وفي الجوف. نعم، هل نستطيع القول أستاذ راجح أن هناك تحركات مستقبلية على الأرض ستقوم بها الحكومة؟ سيدتي الكريمة، التحركات كما تعلمين هي قائمة حتى هذه اللحظة، لكن الجهود تبذل من أجل تعزيز وتقوية هذه التحركات وهذه الجبهات. تعرفين هناك تقدم كبير للجيش الوطني البطل في أكثر من محور، ولمساندة كبيرة من الجيش من المقاومة الشعبية ومن قوات التحالف. هناك استعدادات لتعزيز هذه الجبهات العسكرية وتمكين قدراتها بشكل أكبر من أجل التقدم والحسم السريع، تجنب لإراقة المزيد من الدماء والإحلال وتجنبا للدمار الذي تتعرض له كثير من المدن اليمنية نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح من أعمال عدوانية في هذه المناطق. نعم أستاذ راجح، طيب ماذا عن ممارسة الحكومة لمهامها في الداخل من وجهة نظرك؟ كما تعلمين الغالبية في الوزراء الآن متواجدين على أرض الأراضي اليمنية المحررة، وخاصة مدينة عدن. هناك غالبية الوزراء متواجدين هناك. خلال اليومين القليلة القادمة سيتوجه عدد من الوزراء إلى مدينة نعرف، وخاصة الوزراء الذي تتعلق مهامهم بإعادة الخدمات للمناطق المحررة في هذه المناطق الشمالية. وخلال الأيام القادمة سيكون دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء عائد إلى عدن بعد أن مهام مهمته ومهامه التي جاء من أجلها إلى الرياض. وبالتالي سيترأس الفريق الحكومي هو شخصيا دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء من عدن ومن مناطق أخرى غير عدن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راجح بادي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني إذا ما تحدثنا عن صنعاء كهدف مركز للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية بعد القرار تحديدا، خاصة يعني ما حدث اليوم من اجتماع استثنائي كما تحدث معنا الأستاذ راجح، أن هناك لابد من القيام بعمليات عسكرية على الأرض وهناك خطوات سريعة في هذا الجانب. أعتقد أن صنعاء ستكون تحصيل حاصل، والمهم هو استمرار التقدم فيما بعد فرض النهم في نقيل غيلان ومنطقة مسورة وصولا إلى منطقة أرحب، وهذه المنطقة يعني لا تتجاوز تقريبا كلها 10 كيلومتر. هذه المناطق هي التي ستمهد لدخول إلى صنعاء بأقل تكاليف. لا، نحن يعني من المسلمات التي ينبغي أن نركز عليها في وسائل الإعلام أن صنعاء لم تعد كما كانت في السابق. صنعاء تحتوي كل اليمن، إذا قلنا أكثر من 90% من سكان صنعاء هم من خارج صنعاء وتحديدا من مناطق محافظات تعز وإب وبقية المحافظات اليمنية. وبالتالي حينما نتكلم عن حاضنة شعبية، هذا الحاضنة الشعبية ليست مع جماعة الحوثي وليست أيضا مع تلك العصابات التي تعتقد وتروي في وسائل الإعلام أن صنعاء أصبحت عصية. حتى في المناطق التي يتكلمون عليها، في مناطق الجراف ومناطق الروضة وصنعاء القديمة، هذه المناطق لم تعد كما كانت في السابق مغلقة عليهم 100%. تركيبة السكان في صنعاء تغيرت بشكل جذري، وبالتالي ليست هناك مشكلة. أعتقد أن التقدم الذي حصل في فرض النهم والسيطرة على الجبال خلال الفترة الماضية قطع شوطا كبيرا، وبالتالي تبقت مسألة وقت. وفي اعتقادي أن دخول اللواء علي محسن هو لهذه الطريقة. نحن نعلم أن
علي عبد الله صالح المخلوع وايضا عصابه الحوثي اشتغلوا على نقطه جوهريه خلال الفتره الماضيه، وهو ان مناطق الشمال اقصيت من الحكم بعد خروج المخلوع، وبعد خروج ايضا تهميش علي محسن الاحمر، وبعد تهميش كثير من القيادات التي كانت محسوبه على الشمال، وبالتالي دخول علي محسن في هذا الموضوع لا شك انه سيطمئن الكثير من القبائل، سواء التي وقفت مع الحوثي او مع المخلوع او التي لا زالت متردده، وخصوصا في مناطق الطوق التي تخشى على مصالحها. نحن نتكلم بالذات على مناطق بني مطار بني حشيش التي تمتلك كثير من المزارع وتمتلك كثير من المصالح، هذه لا شك انها ستغلب مصالحتها على الخوض في حرب عاطفيه لن يكون لهم يعني مصلحه من خوضها. نعم، لكن يعني أستاذ نجيب، إذا ما تطرقنا إلى مسألة الربط بين الأحداث، برأيك ما هي علاقة القرارات الأخيرة بالمشهد العام الذي شهد ربما يعني تحركا ملحوظا الظن على كافة المستويات؟ لا شك أن يعني ظهور المقاومة في وسائل الإعلام بشكل يعني متفرغ، سواء في تعز أو في ضباب أو في باب المندب أو في ميدي أو في تعز أو في الجوف أو في مأرب، هذه كل المناطق لا شك أنها تصل بنا إلى نقطة جوهرية وأساسية، وهو أن الشعب اليمني بكل أطيافه وبكل مناطقه يخوض مقاومة شعبية مستمرة متواصلة منذ اليوم الأول لخروج عصابة الحوثي من داخل صعدة حتى وصولها إلى مرحلة الانقلاب مع المخلوع علي عبد الله صالح. وبالتالي علينا أن نتفائل كثيرا، يعني حينما نقارن يعني من 2014 21 مارس حتى اليوم، هي يعني نتكلم عن مسافة بسيطة، 2015 حتى اليوم هي يعني إذا قسناها بالقياس الزمني تقريبا سنة وعدة أشهر، ونحن الآن على مشارف يعني صنعاء وعلى تخوم أيضا يعني محافظة حجة، هناك تغير جوهري وكبير، ولا شك أن الناس يعني لا يحسبون المسافة الزمنية التي حصلت في مسيرة الثورات والثورات المضادة، سواء الثورة الفرنسية أو الثورة الإنجليزية أو جميع الثورات التي قامت في جنوب أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، كلها تتكلم على مسألة الوقت. في السابق كانت تأخذ عدة سنوات بحكم يعني وسائل التواصل الاجتماعي كانت ما زالت بعيدة وأيضا قليلة. سنتطرق للموضوع الإعلام أستاذ نجيب، اسمح لي يعني، ولكن بعد أن يعني نأخذ معنا العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أختي العزيزة. أستاذ عميد، ما قيمة خبر تعيين اللواء علي محسن نائبا للقوات، نائبا أعلى للقوات المسلحة، بالنسبة لكم أنتم في الجيش الوطني، وأيضا قيمته على الأرض؟ شكرا لك أختي الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس. الحقيقة تعيين الفريق علي محسن الأحمر قائدا نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة له تأثير ودلالات كبيرة جدا. طبعا الرجل الكاريزما الخاصة به وبقدراته وكفاءته وعلاقته أيضا بجميع القبل الموجودة في سواء حول صنعاء أو في اليمن بشكل عام، حضوره السياسي، تأثيره على صنع القرار، أيضا وقوفه مع ثورة الشباب، كل هذه حقيقة يعني تؤدي بالضرورة إلى يعني ارتياح كبير جدا في أوساط القوات المسلحة بشكل عام وأيضا في فصائل المقاومة في الجمهورية. نعم، طيب يعني كيف سيكون له أثر سريع على التحركات العسكرية التي تشهدها المناطق يعني المتحمة حاليا على الأرض؟ الحقيقة الأثر بدأ فعلا، يعني الآن تلاحظي أن اليوم المخلوع تحرك باتجاه قبائل بني حشيش، أرسل مندوبين إلى قبائل بني الحارث، إلى ما تبقى من قبائل نهم، بدأ يشعر فعلا بخوف وعلاقة هذا الرجل الواسعة بهذه المناطق، إضافة طبعا إلى أن الرجل خبير قتال من الطراز الجيد، فهو له علاقة بهذه المنطقة وعاش قائدا للمنطقة الشمالية الغربية قرابة 15 إلى 20 سنة، ومن ثم فعلا التأثير ستؤتى ثماره قريبا أعتقد. نعم، طيب سيادة العميد، ما دلالة تحركات المخلوع نحو هذه القبائل بعد هذا القرار، وهل فعلا سيستفيد من هذه التحركات؟ هو ربما يستفيد نسبيا، لكن الحقيقة هذا دلالة تؤشر وتؤكد على أن الرجل بدأ يشعر فعلا من بالخوف، وهو يدرك تماما ماذا يعني تعيين مثل هذا الرجل في هذا العمل وفي هذا التوقيت بالذات. ما
نحن على عتبات معركة كبيرة حول العاصمة صنعاء، على عتبات معركة ستدار في السواحل اليمنية بشكل عام، أيضا على عتبات معركة التقرب من منطقة صعدة، ربما الحوثي أيضا بدأ يفكر جديا في نقل السلاح، في نقل بعض المعدات في تخوم منطقة حيدان وبعض المناطق الأخرى، ولدينا معلومات مؤكدة بذلك. أنا أعتقد أن المؤشرات والدلائل بدأت، وهذا يدل على أن القرار كان صائبا ودقيقا وفي وقته المناسب. نعم، في اجتماع الرئيس هذه سيادة العميد بالحكومة أيضا وبالنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محسن، يعني عما أسفر الاجتماع بالنسبة للخطوات العملية على الأرض؟ هل سنشهد يعني عملية تحرير سريعة على ضوء هذه التحركات خاصة في صنعاء؟ نحن متفائلين جدا بأن ما بعد اجتماع الحكومة اليوم سيكون غير ما كان قبلها. اليوم الكل توحدت أرواحهم وأفكارهم وأيضا أقول إرادتهم نحو تحقيق أهداف رئيسية وأساسية، لابد أن تنفذ تحرير العاصمة صنعاء، تثبيت الأمن في عدن، فك الحصار عن محافظة تعز وتحريرها من الميليشيات، أيضا تحرير السواحل والمناطق التي لا زال يوجد فيها بعض البؤر الخاصة بالانقلابيين. الأمور إن شاء الله نتفائل أنها ستسير بشكل جيد. الآن أضيف إلى القوات المسلحة زخما جديدا، رغم أن البعض ربما يتساءل ويقول لماذا لم يكن القرار مسبقا، وأنا أقول أن التوقيت كان صحيح وكان دقيق، وربما هذه هي المرحلة التي تقتضي ظهور اللواء الفريق علي محسن الأحمد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سيادة العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نجيب، ربما نتطرق لموضوع الإعلام الذي قد كنت بدأت الحديث عنه، يعني نلحظ الحرب الإعلامية وربما هي تسير بذات السياق الذي تمشي عليه الحرب السياسية والعسكرية أيضا على الأرض، ولكن يعني ربما هي الأبرز بحكم تناول أغلب الناس للإعلام. كيف تقرأ هذه الحرب من الطرفين؟ لا شك أن الإعلام كان دور مهم جدا ومؤثر خلال الفترة الماضية. هناك طبعا فرق يعني مهم بين الشرعية وبين العصابات. الشرعية لابد أن معظم الخطاب الذي يتركز في الخطاب هو بين الانقلاب وبين العصابات، وهذا أيضا مهم جدا علينا أن نركز عليه بشكل جيد. ووسائل الإعلام أيضا اهتمت به كثيرا مقابل أيضا لغة العصابات. في الطرف الآخر هم أيضا كرسوا جهودهم في الفترة الماضية للاشتغال على الإعلام الحقيقي، نفس فكرة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وهذه الخبرات التي ينقلونها يعني خبرات بنفس الطراز بنفس الشغل بنفس الآلة الإعلامية التي يعني اشتغلوا عليها خلال الفترة الماضية. ولكن كان هناك تقصير في جبهة الشرعية وفي جبهة نفس كلام الدولة، وهي المتعلقة بمسألة التركيز على موضوع القتال ومن يقاتل الحوثيين من. هذه نقطة ينبغي علينا أن نركز عليها بشكل جيد وأن نضخ عليها كل ما نستطيع حتى تصل الرسالة إلى القبيلة وإلى كل من يقف إلى جانب عصابة الحوثي وجانب المخلوع، من تقاتلون من يعني. هذا أيضا مهم لأنهم اشتغلوا على نفسيات الناس بطريقة الوهم، وهو صناعة العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي في مقابل ضعف بسيط يتعلق في جانب الإعلام الذي يقف مع الشرعية. نعم نعم أستاذ نجيب، يعني هل نستطيع القول أن الحرب في هذه الأيام هي حرب شائعات وخطابات؟ لا شك أن الإشاعات والخطابات دور مهم. يعني نقطة مهمة خلال الفترة الماضية، عبد الملك الحوثي زعيم عصابة الحوثيين والمخلوع كانوا كل فترة يخرجون بخطاب يتكلمون مع الناس يعني وجه لوجه، وبالتالي هناك نفسية مهمة في الشمال أو مع القبائل أو مع الموارين لهم، يشعرون أن هذه الخطابات تعطيهم جرعة قوية لمواصلة الحروب. في المقابل الطرف الآخر المتمثل بالشرعية لم نكن نسمع خطاب واحد لزعيم أو قائد أو يعني أحد الكاريزمات التي تخرج للناس وتخاطب سواء من قيادة الأحزاب أو من قيادة الدولة أو من قيادة الحكومة، باستثناء خطابات معدودة خلال يعني أكثر من سنة ونصف. ولكن تتخيلي كيف سيتعامل الذين يقفون مع العصابات، وأيضا كيف الذين سيقفون مع جانب الشرعية. الجانب المعنوي مهم جدا. عندما خرج قرار اللواء علي محسن سمعنا عن يعني
كم حجم النكتة السياسية التي خرجت، وكم حجم التعليقات، وكم حجم الصور، وكم وكم وكم، كل هذا لأن الناس وجدوا شخصية ربما يعني يعرفوها عن قرب ويتعاملوا معها وسمعوا صدقها. وبالتالي مهم جدا أن نركز عليها خلال هذه الفترة، أن تخرج هذه القيادات تخاطب الجماهير، تخاطب الشعب، تخاطب الناس، حتى يشعر الناس أنهم أمام إنسان مسؤول يسمع لهم ويعرف تفاصيلهم، وأيضا يقفون معه ويشعرون أيضا أن لهم ظهر وسند يقفون هنا خلفه. نعم. وبالتالي يقفون معه، مهم جدا. نعم نعم. إذن اسمح لنا أستاذ نجيب أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجدد ترحيبي بك أيضا أستاذ نجيب اليافعي. إذا تحدثنا أستاذ نجيب يعني بتحليل، هل تعكس هذه الشائحات الأخيرة للانقلاب الارتباك والتوتر الحاصل يعني نتيجة التحركات السياسية والعسكرية للشرعية؟ لا شك أن هناك يعني تباين واسع وكبير، ونحن نعرف اننا نخوض معركه شامله، معركه لم يكن احد يتوقعها ولم يكن احد يعمل حسابها، وخصوصا جبهه الشرعيه كما يعني تعلمون هنا خلفيات متعدده ومتلونه ومتعدده مقابل جبهه العصابات والمخلوع المتوحده في الجغرافيا والمذهب والمنطقه. وبالتالي من الوضع الطبيعي يعني نسمع عن الإشاعات وعن ما تردده وعن يعني الاهتزاز النفسي الذي يحصل أحيانا، ولكن دعني أقول أن الوضع تغير يعني 500%. هم يعتقدون أن الشعب لا زال جاهل ولا زال أيضا يسمع لشائعاتهم، ولا زالت هذه الشائعات أيضا تؤثر على الناس، ولكن الوضع تغير. يعني عندما يأتي ناشط مثل جلال الصلاحي ويقوم بعمل فيديو بسيط جدا يعني بعدة دقائق، نشاهد هناك يعني 10,000 من المشاهدين لهذا. عندما نشاهد فنان بسيط يتكلم عن موضوع صغير ونشاهد يعني 10,000 من التعليقات، لا شك أن الوضع تغير. الشائعات كانت من قبل تؤدي دورها، أما الآن حينما يصل ناشط أو مصور مثل يعني على سبيل المثال الشباب الذين يعني في جبهات مأرب أو تعز، يعني عندنا مثلا علي عويضة أو سليمان أو يحيى السواري أو غيرهم من المراسلين والشباب الذين يعني يصلون إلى الجبهات، صورة واحدة أو فيديو يكفي يعني لإسكات كل هذه الشائعات. نعم. ونحن أيضا في وسائل الإعلام علينا أن نركز على مسألة الصورة والفيديو، مهم جدا يعني حتى لأي ناشط أو أي شاب أو أي صحفي أو كل من يعني يصل إلى منطقة جغرافية يشعر أنه يستطيع أن يقدم رسالة. هي مسألة بسيطة، صورة يعني يلتقطها أو فيديو صغير يعني لعدة ثواني ثم ينزل في وسائل التواصل الاجتماعي وسيقطع يعني كل هذه الشائعات. وبالتالي أعتقد أن الوضع تغير وأن الطرف الآخر أيضا مهزوم نفسيا، وبالتالي يحاول قدر الاستطاعة عندما يعني يحاولون أن يصلون إلى كل المناطق التي أصبحت بيد الشرعية وبيد الجيش الوطني، ويقومون بعمل بعض الصور بعض الفيديوهات لإيهام الناس بأنها ما زالت بأيديهم. هذه هي أيضا نقاط ضعف، علينا أيضا أن نهزمهم وأن نستمر في إيصال الصور والفيديوهات من كل هذه المناطق حتى يصل المشاهد والمتابع اليمني إلى قناعة بأن الجيش الوطني يتقدم كل يوم. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ نجيب أن ينضم لحوارنا الأستاذ سيف الحاضري رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ سيف. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ سيف. وقبل أن نتطرق لموضوع الإعلام يعني سؤال سريع حول الجزء الأول من حلقتنا وهو تعيين نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة، برأيك ما مدى تأثير مثل هذا التعيين؟ في اعتقادي أنه مسألة التعيين كانت أمر في غاية الأهمية وإيجابي ولا بد منه، وفي تصوري بأنه كان قرار مناسب وفي الوقت المناسب جاء. والواء علي محسن الفريق الآن علي محسن معروف بقدراته في لم صفوف الجيش وفي تأدية واجبه بشكل ممتاز، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى له التوفيق. وفي اعتقادي بأنه أيضا الرسالة مطمئنة للجيش والجميع منتسبي القوات المسلحة، وفتح مجال كبير جدا للتحاور مع من تبقى من الجيش في صفوف الميليشيات أو من أتباع علي عبد الرئيس السابق علي عبد الله صالح،
اليوم العرس الجمهوري. فتعين اللواء علي الفريق علي محسن في هذا المنصب سيمكنه من العمل بشكل كبير جدا، وستكون إن شاء الله هناك نتائج إيجابية، ونتمنى من الله له التوفيق. وعموما نعم. يتحمل مسؤولية كبيرة جدا الآن على عاتقه، مسؤولية إدارة الجيش على عاتقه الآن، مسؤولية إدارة المعارك. نتمنى له التوفيق وأن يعينه الله، وندعو الجميع أن يتعاونوا معه. طيب أستاذ سيف، يعني بحديثنا أيضا عن موضوع حرب الإعلام والشائعات والخطابات، أيضا كنا نتحدث مع الأستاذ نجيب حول أهمية الإعلام في هذه الحرب. كيف تجد إعلام الانقلاب الذي يقوم كثيرا على الشائعات وعلى يعني إن صح لي القول الكذب في مجال الانتصارات وبث مثل هذه الأكاذيب لجمهوره؟ الإعلام هو أحد أدوات المعركة لأي حرب، لأي جهة، لأي ميليشيا أو الجيش النظامي أو لأي اللي يستخدم الإعلام في إدارة حروب. هي مسألة استخدامهم بالطريقة التي يعملون بها، الشائعات، الكذب، المعلومات الخاطئة، التسريبات، هذه في إدارة معركتهم، وفي تصوري بأنهم يحسنوا إدارة هذا الجانب بما يخدم معركتهم والتأثير نفسيا على المجتمع، على الناس في الداخل، خاصة في إطار انقطاع الكهرباء على كثير من المدن مثل العاصمة صنعاء، لا يوجد فيها كهرباء، الناس مقطوعين عن متابعة القنوات الفضائية، مقطوعين عن متابعة الإذاعات، مقطوعين عن متابعة جميع وسائل الإعلامية، الصحف ممنوعة من الصدور، تم احتلالها، صدرت، فلا يوجد امام الناس الا في هذه المدن الا وسائل اعلام الانقلابيين المتمردين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. لكن عموما هذا الاعلام هو له تاثيرات، له ايجابياته وسلبياته. في تصورهم يحسنوا بما يخدم مصالحهم، لكن ماذا لدى الطرف الاخر الذي هو نحن الداعمين للشرعيه، العاملين معها، العاملين في اسقاط هذا الانقلاب؟ يجب ان يتطور العمل الاعلامي للجبهه المقابله بشكل افضل، يجب ان يكون الاداء بشكل افضل، يجب التعامل مع الاشاعات بواقعيه. يجب نعم اسمح لي استاذ سيف، يعني ايضا ممتاز. نعم إذا أستاذ سيف، يعني أمام ما تحدثت يعني من نقاط من تعتيم الحوثي وإعلام الانقلاب أيضا على جملة كبيرة من الناس، خاصة يعني في ظل انقطاع الكهرباء وأيضا ضعف الإنترنت، هل تجد أنه استطاع فعلا في تعتيم هذه الصورة، أم أن وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي الحديث يعني وقفت حائلا أمام هذا التعتيم برأيك؟ في تصوري بأنه فعلا التعتيم الذي تمارسه الميليشيات لها أثرها السلبي على 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 أداء الطرف الآخر الذي هو الشرعية في هذه المحافظات، ويجب التعامل على 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 عملية اختراق هذا الجانب وتجاوزه بأي شكل من الأشكال. لكن الآن الفرص المواتية هي أكثر موجودة الآن لدى الشرعية، أدوات الإعلام موجودة لدى الشرعية الآن أكثر ما هي موجودة لدى الإنقلابيين، مع 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 ما يحصل الآن من تطورات سواء كانت على الميدان العسكرية، حتى المعلومة، الحدث، التقدم، الانتصارات، الكذا، كل هذه يعني توفر للوسائل الإعلام أن تكون أكثر تأثيرا، أكثر نقلا للحدث، أكثر تعاملا مع المستقبل، سواء كان في بعض المدن المحاصرة المعتم عليها أو في المناطق الأخرى. لكن يجب فعلا التفكير بشكل جدي، كيف يصل الإعلام إلى صنعاء، كيف نستطيع أن نهيئ الآن صنعاء لعملية تلقي، يعني أن يكون هناك عمل يرفع أو يهيئ الناس نفسيا لتقبل الآن ما هو قادم لهم من إنجازات، من انتصارات للجيش، أن يرفع معنوياتهم، أن يجعلهم الآن في تهيئة نفسية لمسألة تحرير صنعاء، حتى في 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 أضر كثيرة جدا في الجانب الأمني، في 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 حتى لا تقع صنعاء في حالة انهيار مفاجئ، وأنا أتوقع أن يكون هناك انهيارات قادمة ومفاجئة وغير متوقعة للميليشيات وللقوات المالية لعلي عبد الله صالح. فيجب أن يكون هناك فعلا خطاب إعلامي يهيئ الناس لأي مفاجآت قادمة،
وأن يوعيهم بضرورة ما عليهم يجب أن يقوموا لحماية الأمن العاصمة، لحماية الممتلكات العامة، لحماية الممتلكات الخاصة وغيرها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ سيف الحضري رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نجيب، ربما كنا تتحدث في نفس الفكرة التي طرحها الأستاذ سيف، يعني أنت كنت تتحدث أنه الأمر أصبح أكثر بساطة من السابق في كشف مثل هذه الشائعات، أي شاب يستطيع تصوير مقطع فيديو أو صورة وبثها للعالم لكشف هذه الأكاذيب، ولكن طرق الأستاذ سيف نقطة مهمة وهي أن هناك تغييب وتجهيل أيضا بالنسبة للداخل خصوصا في مناطق الأرياف، في المناطق التي فصلت عنها الكهرباء وهي تقريبا الجمهورية اليمنية بشكل عام، ضعف الإنترنت، استخدام يعني لجوء الناس يعني في دائرة ضيقة، لا صحافة ولا تلفزيون ولا إنترنت أيضا قوي، يجعل أن إعلام الحوثي هو المسيطر. هل استطاع فعلا في تعتيم الصورة ونقل ما يريده فقط من خلال إعلامه الحربي؟ ربما يعني نقول أنهم استطاعوا أن يحجبوا يعني كثير من المعلومات عن مناطق التي لا توجد لديها كهرباء، ولكن الطاقة الشمسية أعتقد أنها وصلت يعني إلى معظم المنازل والبيوت. ولكن نقطة مهمة هنا وهو جيش 11 فبراير 2011 الثورة العظيمة الشبابية، كل من شارك في تلك الثورة هو الآن أصبح عضو فاعل في مسألة التوعية الشعبية في كل المناطق، يعني هذا أيضا ينبغي علينا أن لا نستهين به وأن نهتم به بشكل جيد. هذا الجيش الجرار من الناشطين ومن الفاعلين الذين تحولوا إلى قنوات صوتية، كل واحد في حارته في بيته في منزله في المناطق مع أسرته، لا شك أن هذا يعني غير مسألة التحتيم الإعلامي الذي يحاول يعني جراثيم الإمامة أن يغطوا بها على كثير من المعلومات. التليجرام والواتساب هذه أيضا لا شك أنها كسرت الحصار الإعلامي الذي يحاول الحوثيون وعصابة المخلوع أيضا حجبها عن المواطنين. هناك معنا مشكلة في الإذاعات المحلية، وهي أيضا كلها يعني أكثر من 4 إلى 5 إذاعات محلية، لا شك أنها كلها تعمل مع عصابة المخلوع وأيضا مع الحوثيين. على الشرعية أيضا أن تهتم بهذا الموضوع، خصوصا الإذاعات المحلية لأنها أصبحت الآن أكثر الأصوات المسموعة خصوصا في الباصات في السيارات في نعم. لما لا تهتم الشرعية بهذا الجانب أستاذ نجيب؟ يعني كان هناك حديث معي قبل أيام مع أحد الإعلاميين يتحدث أنه لما لا تستطيع الحكومة، يعني لما لا تفتح تبث قناة الفضائية من عدن، لما لا تعيد إصدار صحيفة 14 أكتوبر من عدن، أيضا صحيفة الجمهورية من تعز، الإذاعات لما لا يتم تنشيطها؟ برأيك لما هذا التجاهل لهذا الجانب المهم؟ مثل ما قلت هناك تباينات وهناك أولويات ربما مرتبكة مع بعض القيادات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بوزارة الإعلام التي كان ينبغي أن تكون رأس الحربة بالتوازي مع الجيش الوطني، كان يفترض بوزارة الإعلام أن تكون يعني واقفة بكل قوتها سواء بالإذاعات بالصحف بمختلف الأدوات. ولكن دعيني أقول أن الناشطين على بساطتهم وعلى شغلهم البسيط هم يقومون بجهد جبار، يعني لو تحدثنا عن الناشطين الذين أصبحوا يعني والفنانين والأشخاص الذين أصبحوا يعني يتشاركون مع عشرات الآلاف من الإعجابات والمتابعات والمشاركات، هذه أيضا ثورة غير عادية نحن الآن ربما لا نحس بها، ولكن الأيام القادمة ستثبت يعني صحة أن كل واحد أصبح ناشطا فعلا في ثورة 11 فبراير. لا شك أنه سيكون سهمة حرب سيصيب العصابات في مقتل وسيصل بالوعي إلى كل بيت. هناك لدينا مشكلة ما يتعلق بالإعلام باللغة الأخرى وخصوصا في اللغة الإنجليزية أو في الخارج، هناك نعم. مشكلة خطيرة جدا وينبغي علينا الالتفات بها. هناك بعض الناشطين في الخارج الذين وقفوا مع الثورة الشبابية ومع الجيش الوطني يقومون بدور جيد، ولكن نحتاج إلى المزيد لأن الإعلام الإنجليزي يعني معظم الناشطين وخصوصا من الأسر الهاشمية الذين درسوا في أوروبا وأمريكا، هؤلاء يشتغلون شغل بطريقة قذرة ويؤثرون بشكل عام على الإعلام الدولي والخارجي، وعلينا أن نشتغل وأن نركز جهدنا في هذا الجانب.
نعم. طيب أستاذ نجيب، هناك نقطة أيضا طرقها الأستاذ سيف، وهي يعني مهمة الشرعية في مجال تهيئة السكان نفسيا أيضا لما قد يحدث من ربما دخول لصنعاء، وما قد يؤثر ذلك. يعني هناك تحدث الأستاذ سيف أنه ربما تحدث انهيارات على مستوى الحوثيين، انهيارات كبيرة ربما في المستقبل. أين دور الإعلام في هذه النقطة التوعوية؟ كيف يمكن أن يصل أو تصل رسالته إلى الناس في ظل هذا التعتيم الحوثي، التهيئة أو توعية عن دور الناس في الحرب وعن السبل الأمنية التي يمكن اتخاذها؟ لا شك أن تعيين اللواء علي محسن الأحمر والفريق الركن علي محسن الأحمر كان رسالة إيجابية لجميع القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء أن الوضع تغير واختلف، وعليكم الآن أن تجدوا هذه الفرصة الأخيرة وأن تتركوا السلاح وأن تتخلوا عن المخلوع وعن العصابات. هذا أيضا رسالة مهمة جدا، أيضا على الناشطين وأيضا على وسائل الإعلام التي تقف مع الدولة ضد العصابات أن تركز في جهودها. يعني على سبيل المثال المراسلين الميدانيين عليهم أيضا خلال أعمالهم الميدانية عليهم أن يأخذوا تصريحات لجنود ولقيادات لضباط لقبائل للمنضمين للمقاومة الشعبية للجيش الوطني، كلها رسائل توجه إلى القبائل أو للمنضوين أيضا مع عصابات المخلوع والحوثي. وهذه الخطابات التطمينية لابد أن نركز عليها، مقاطع صغيرة، هذه المقاطع عندما يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي لا شك أنها ستغير كثيرا من المعادلة، خصوصا ونحن قادمون الآن على مرحلة الوصول إلى صنعاء وما بعد صنعاء. الآخرون أيضا يستميتون في تحويل مسألة اقتحام صنعاء وتهويلها وما سيترتب عليها، وعلينا أيضا أن نركز ما الذي حصل لصنعاء عندما دخلت عصابات الحوثي في 21 سبتمبر والانقلاب الذي حصل على الدولة وما ترتب عليه من احتلال لكل مؤسسات وموارد الدولة وإهانة الجيش وإهانة القبائل. لا شك أننا علينا أن نستحضرها خلال هذه الفترة القادمة، علينا أيضا أن نذكر الناس بالصور والمآسي التي حصلت من تلك الفترة إلى الآن، علينا أيضا أن نخاطب المواطن البسيط ونقول له يعني حجم المجهود الحربي الذين يأخذونه من أموال الناس وحجم الأموال التي سرقت من أموال الدولة. نعم، كثير، كثير من المعاناة التي يعانيها نعم يعانوها الناس حاليا من السوق السوداء ومن أيضا الاختطافات وإلى ما لا ذلك. ولكن أخيرا أستاذ نجيب، لو تحدثنا عن انجرار العامة لبعض الأخبار التي تخص الشرعية في مسألة التقدم سواء في مأرب أو في تعز، وتهويل هذه الأمور وبثها كأخبار ربما مبالغ فيها، حتى يعني نكون منصفين أن هناك أيضا مبالغات في طرف الإعلام في الشرعية ربما يؤدي إلى انتكاسة على الصعيد الشخصي للمتابع أو حتى على مستوى الجيش. يعني المعلومات الحقيقية وكل من يبحث عن المعلومات الحقيقية سيجدها، وخصوصا مثلا من الشباب أو من المراسلين الموجودين في الميدان سواء في كل الجبهات، وهؤلاء صفحاتهم معروفة والتواصل معهم لا شك أنه سيحدثنا عن آخر المعلومات بالتفاصيل وبشكل يومي. ولكن عندما يفرح الناس دعي الناس يفرحون، وعندما يتفاعل الناس دعيهم أيضا يتفاعلون، لكن في المقابل علينا أيضا أن نوضح الحقائق بشكل جلي وأيضا أن لا نزعل من الحقائق الموجودة على الأرض. ولكن عندما تكون قضيتنا قضية عادلة هذا أيضا علينا أن نشدد عليه وأن نؤكد عليه بشكل مستمر. عندما نتكلم عن احتلال عصابات وميليشيات أسقطت الدولة ولا بد علينا أن نسقطها وأن نحاكمها وأن نحاكم كل من تواطأ معها. عندما نتكلم على هذه المواضيع لا شك أنها يعني ستؤثر بشكل كبير. وبالنسبة للمبالغات أحيانا عليك أن تدعي الناس يبالغون ويتفاعلون، يعني ونترك للناس المجال يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب اليافعي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.